او ماي جاد. لا تقلب الصفحة، اسمعني دقيقة بس، والله لك فيها النفع ولك فيها الفائدة. الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، إياك ثم إياك يمرك مقطع ديني، آية قرآنية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موعظة، أن يمرك مرور الكرام، وقف عليه، اعمل تفضيل، اعمل إعجاب، إعادة نشر، إعادة نشر، حتى يرتفع هذا المقطع. لا نعلم أيها الأحبة، لا نعلم في أي حسنة ندخل الجنة، ما نعلم هذا الأمر، لا نعلمه، لكن أنت تساهم في نشر الخير، أنت تساهم في نشر الخير. أي مقطع يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ساعد، انشر حتى يرتفع هذا المقطع، والله لك الثواب ولك الأجر، وهذا من العلم، من العلم النافع الذي ينشر بين الناس، فأنت تكون لك